بارك الله. المدرج صعب صعب ما احب. انت الوحيد اللي ضبط المدرج ابو معاذ. غريب. معالي ابي نفتح له مطبخ. وانت بدك تفتح لك حلاوي. خلاقي. كم روح لك ثواني؟ اقول له جيب المراية. خلح ما يحتاج. شو رايك امي يخور هذا؟ لا لا لا. لا احنا نشوف ليش لما امورك تمام ترى جيد في الحلقه ما يحتاج تمد حم فيه ترى قام لا انا نسيت تحديد صار من نغامق وفاتح وفاتح في يضحك يا اخي تركز ما تبي احنا نقول لك مالك من مالك من مالك من مدى والله بس ترى اخر واحد زجران شباب تكون زجران ظهري والله هي طبعا اخر واحد زجران روح لك ذوني انك انت تتخورة ولا لا يا الله تبارك الله اصعب شيء المدرج لان شعرك 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 مالك منهم خلي ضحكم مالك منهم مالك منهم جيب له المراية جيب له جيب له جيب له المراية لا تطوع بدويش والنور يضحكون عليك شغل شغل إذا واحد قال لك وين طريق السريع صور وجهي يا رجال اسكت هذا المدرج هذا هو هذا المدرج الحين يبدا بالماكينه يخفف لك من فوق تدريجي لتحت والله ما تعرف تعلق والله ما تعرف تعلق انا ما اعلق لو امي